حسن الحسنوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير الأول المحترم، السادة والسيدات الوزراء المحترمون، السادة السفراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، أود بادئ ذي بدء أن أسجل باسم فريق الاتحاد الديمقراطي بكل فخر واعتزاز هذه البادرة الطيبة التي يتخذها مجلس النواب اليوم بعقد جلسة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني والعراقي الشقيقين في محنتهما ومعاناتهما من جهة أمام الغطرسة الإسرائيلية التي كشرت عن أنيابها مستهدفة شعباً عربياً أعزل لا ذنب له سوى أنه طالب بحقه في العيش الكريم على أرضه وتشبث بالحق والقانون ودافع عن بلاده بسماتة المقاوم المؤمن بعدالة قضيته، ومن جهة أخرى أمام الظلم والجور ومظاهر الإبادة التي يتعرض لها الشعب العراقي. وفي هذا الصدد فإننا نسجل الربط بين القضيتين معا في آن واحد، لأن المغزى من ذلك في تقديرنا هو أن المعاناة مشتركة، كما أن درجة الشعور بالظلم والجبروت وفداحة الجرم المقترف من قبل المحتل متساوية وتحركها نفس نوازع المناوءة والتواطؤ، وهو الأمر الذي يستدعي بأن تكون الجهود العربية مشتركة ومتحدة ومتآلفة ومنسجمة للتصدي لكل الأشكال الاستيطانية والاستعمارية والتوسعية، لأن المستهدفة في نهاية المطاف هي القومية العربية والحضارة العربية والرغبة في تحطيم الجسد العربي حتى تخلو الساحة للمد الصهيوني الإمبريالي للسيطرة والاستحواذ على الخيرات العربية. سيد الرئيس، إن الشعب المغربي المجبول على المقاومة والنضال والتضامن العربي والإسلامي كانت دائماً له مواقف بناءة وجريئة تجاه القضايا العربية، سواء في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس المعروف بكونه بطل عروبة الإسلام، أو في عهد جلالة المغفور له حسن الثاني الذي لا زالت صيحاته وكلماته المناصرة للقضايا العربية والإسلامية مدوية ومشرجلة في مختلف المحافل والدولية كمدافع عن القضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين، أو في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي اعتنق بكل إيمان هذه القضايا واتخذ جلالته مجموعة من الإجراءات وقام بالعديد من المبادرات التي تصب في اتجاه نصرة القضايا العربية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية والقضية العراقية وقضية القدس الشريف باعتباره رئيسا للجنتها، كما أنه آزرها ماديا ومعنويا ودعمها سياسيا ودبلوماسيا وعلى مختلف الأصعدة والمستويات. سيد الرئيس، إن الوضع في فلسطين قد استفحل بدرجة لا يمكن استساغها أو قبولها، وأصبحنا نمسي ونستفيق يوميا على أخبار تبعث في أنفسنا القلق والامتعاض نظراً لما يرتكب بالأراضي الفلسطينية من مجازر وحرب إبادة تمارسها حكومة الاحتلال والإرهاب الشارونية يومياً على مرأى ومسمع من العالم، ولقد تفتقت آلة إجرامها مؤخراً على ممارسة بشاعتها وعدوانها في منطقة رفح وقطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث تسببت في استشهاد العديد منهم وتجريف مزارعهم وتدمير منازلهم وبيوتهم وممتلكاتهم. فالعقوبات الجماعية التي يمارسها المحتل من مجازر ومذابح وهدم البيوت بالجملة واستخدام أحدث الأسلحة الفتاكة تعتبر بمثابة جرائم حرب وقتل الشعب بشكل مناف للقانون الدولي ولوثيقة جنيف الرابعة ولمواثيق حقوق الإنسان ولجميع القيم الإنسانية. وقد بلغت همجية حكومة الإرهاب والإجرام إلى حد درجة قصف مظاهرات سلمية في رفح بالطائرات والصواريخ،
وهكذا. وفي ذكرى تخليد مرور 30 و50 سنة على النكبة تجد العائلات الفلسطينية نفسها تعيش نكبة جديدة، بل نكبات متواصلة تهدف إلى الحد من إرادة وصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية أهداف النضال الوطني الفلسطيني. وهكذا يتضح بأن السياسة الإسرائيلية ممنهجة مبنية على استهترات والتجاوزات، لا يوجد في قاموسها ما يسمى بحقوق الإنسان أو احترام القانون أو كرامة الإنسان. فمن بطش إلى آخر، ومن حرق إلى آخر، ومن مجزرة إلى أخرى. فبالأمس القريب فقط قتلت رموز المقاومة الفلسطينية أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وقائمة الاغتيالات لا زالت مفتوحة ومستمرة. وبالأمس كذلك الدولة الإسرائيلية باختراع صهيوني آخر، ألا وهو الجدار الفاصل الذي يهدف إلى تنفيذ أوسع عملية ضم غير مشروعة لأراضي فلسطينية المحتلة. واليوم وغدا لا ندري ماذا تخبئ الخطة الصهيونية الإجرامية المقيتة، وحتى مجلس الأمن يجد نفسه مكتوف الأيدي في أبسط قراراته الشاجبة لأعمال إسرائيل بسبب الفيتو الأمريكي الذي يتم إشهاره في كل مناسبة. سيد رئيس، إننا بنفس درجة الإدانة لغطرة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني نشجب وبشدة ما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق ذي الحضارة العريقة والتاريخ المجيد من معاناة ومن ترهيب ومن قتل وتنكيل بسبب الاحتلال الأمريكي لأرضه. هذا الاحتلال الذي افتضحت مبرراته والتي لم يكن دافعها على أي حال البحث عن أسلحة الدمار الشامل أو أشياء من هذا القبيل. سندنا في ذلك ما نسمعه وما نراه بأم أعيننا عبر وسائل الإعلام. ومن المشاهد التي عرفها سجن أبو غريب إلا دليلا ساطعا عن النظرة التحقيرية التبخيسية للإنسان العربي بصفة عامة وللإنسان العراقي بصفة خاصة. وما يحز في النفس ويؤجج مشاعر الغضب هو المتناقضات وسياسة الكيل بمكيالين التي تطبع تعامل المحتل ومن يرعى هذا المحتل فيما يقع بفلسطين والعراق. ففي الوقت الذي يقتل فيه واحد منهم تقوم قائمتهم وتتسع انتقامتهم وغتيلتهم معتبرين بأن هذا العمل إرهابي، وحينما يستشهد العشرات أو المئات من إخواننا جورا وعدوانا تطالب أمريكا بضبط النفس، كما أنهم قد يحاكمون طفلا استعمل حجرة فقط، لكنهم يزينون بالنياشين عسكريا داس أطفال بدبابة، ويتحدثون كذلك في فلسطين عن خارطة الطريق، ولكنهم يتناسون بأنهم قطعوا كل طريق وشوهوا معالم الخارطة المتحدث عنها. فعن أي خارطة يتحدثون يا ترى؟ كما أنهم يعذبون السجناء ويهينون كرامتهم ويدعون بأنهم معهد العدالة وحقوق الإنسان، فأية حقوق وعدالة هذه؟ إننا حضرات السيدات والسادة نعتبر بأن هذه الحروب تروم طمس الهوية والوجود عربيين، وبأن الصراع الذي يدور رحاه في هاتين المنطقتين العزيزتين يعتبر صراعا حضاريا ودينيا وقوميا يستهدف هويتنا العربية والإسلامية ويحاول إذلال العرب والمسلمين. وقد تنوعت الذرائع واختلفت المبررات للوصول إلى هذا الهدف، وآخرها ذريعة الإرهاب. فمن يا ترى يمارس الإرهاب؟ هل المواطنون الذين اغتصبوا في أرضهم وشردوا من ديارهم وسكلوا في أطفالهم ورملوا في أزواجهم، أم الآلة الاستعمارية الكاسحة المتعطشة للقتل والدم والقهر والدمار؟ إننا مطالبون أيها الأخوات بالتضامن كعرب والتوفر على جبهة قوامها الديمقراطية والدبلوماسية الناجحة والإعلام الفعال الذي بإمكانه إيصال خطابنا إلى مختلف شعوب العالم، كما يتعين علينا كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه أمام قمة بيروت، أن نبرهن على أننا في مستوى رفع التحديات وأننا قادرون على بلورة مواقف مسؤولة تمكننا من استعادة حضور العربي الوزن في مجرى الأحداث الدولية بدل نهج سياسة التفرج والانتظار التي تجعلنا على هامش التاريخ كما يريد خصومنا. انتهى كلام جلالته. إذن فالمسؤولية العربية هي مسؤولية قومية وتاريخية تتطلب القيام بما يمكن أن يحافظ على كرامتهم ونخوتهم وأنافتهم بالاعتماد على أنفسهم، كما يقول الشاعر أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.
سيد الرئيس، باسم فريق الاتحاد الديمقراطي نوجه من هذا المنبر الموقر تحية إجلال وإكبار إلى الشعبين الفلسطيني والعراقي، شاجبين كل مظاهر الظلم والغطرسة والحصار التي يتعرضان إليها، ومؤكدين بأننا سنظل إلى جانبهم مناصرين لقضيتهم التي تعتبر قضيتنا جميعاً، والذي سينتصر فيها لا محالة وازع الإيمان على منطق التجبر والغطرسة والظلم. كما أننا نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترهف سمعها لأصوات الشعوب المنددة بسلوكاتها التي تركز الاهتمام على هذين البلدين العربيين من أجل طمس هويتهما والقضاء على حضارتهما ومحاولة إذلال شعبيهما، غير آبها بالقانون ولا عابئة بالمنطق ولا بحقوق الإنسان، ممعنة في سلك سياسة الكيل بمكيالين لفائدة إسرائيل، مقوضة سنقول الجهود الخيرة للشعوب المحبة للسلام. وننبه في الأخير أمريكا بأن تتعظ لما آلت إليها مصائر أمم كانت متجبرة في وقتها، حيث انقلبت الآية في نهاية المطاف، وهو ما حدث للفرس في مواجهة الروم، حيث قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.